بكم مشاهدينا. امبارح طبعا كان مجلس الشيوخ وكل الاعضاء امبارح كانوا بيحلفوا القسم بعد ان نجحوا في انتخابات مجلس الشيوخ الحمد لله. وهنشوف طبعا هنا غرفه مهمه جدا تضاف الى غرفه مجلس النواب القادم باذن الله تعالى، يعني حاجات رائعه جدا. طبعا كان في جلسات امبارح علشان يتم اختيار رئيس مجلس الشيوخ، وتم اختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كرئيس لمجلس الشيوخ، اللي قال الكلمه طبعا مهمه جدا بعد ان تم انتخابه للنواب، قال فيها انه تم تطويق عنقه بهذا الشرف العظيم والثقه الغاليه التي منحها اياه اعضاء مجلس الشيوخ. الحقيقه كان استحقاق يعني جديد رائع جدا في هذا الانجاز والإحراز الجديد اللي مصر حققته، وعودة الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الشيوخ الجديد أو حكماء مصر. وهذه الغرفة الحقيقة منوط بها أمور كثيرة جدا، منها يمكن اختصاصاتها متعددة لكن اختصاصاتها استشارية دايما في رأي هؤلاء الحكماء، منها طبعا يعني توسيع دعائم الديمقراطية ومعاهدات الصلح والتحالفات وأمور تانية كثيرة. والحقيقة تم فعلا الحقيقة بالأمس اختيار يعني سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ليترأس مجلس الشيوخ بالأمس بإجمالي أصوات 287 صوت، بالإضافة إلى طبعا تم اختيار وكيلين وكانوا سيادة المستشار بهاء أبو شقة، وطبعا هو يعني مستشار أيضا في القضاء وفي نفس الوقت كمان محامي مخضرم في القانون، كمان بالإضافة إلى النائبة فيبي فوزي جرجس وهي إعلامية أيضا كانت ورئيس تحرير. احنا بنهنيهم بهذه المناصب الجديدة. طيب. وعندنا آمال كبيرة معلقة عليهم وأيضا منتظرين منهم الكثير، ويمكن زي ما قال حساني الكلمة اللي بدأ بها حواره سيادة المستشار عبد الرازق بالأمس، وقال إنه ده طوق في عنقه بيتطوق بالثقة، وده هنا طبعا جميل جدا. يعني مجلس الشيوخ إن شاء الله له مهام جسيمة لخدمة مصر والمواطنين. هنشوف قبل ما نبدأ حوارنا هاتفيا مع أحد نواب مجلس الشيوخ بجزء من كلمة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ونرجع مرة تاني. ليوم مشهود تزهو فيه مصر بمجلسكم الموقر الذي اكتمل به بناؤنا الدستوري بعودة الغرفتين للسلطة التشريعية ليتكاملا في غير تنافر منطلقين إلى ما يحقق مصلحة المجتمع. أيها السادة النواب، لقد اختص الدستور مجلسكم بمهام جسام، إذ اختصه في المادة 248 بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني وإعلاء قيم التسامح السياسي وتمكين المرأة وإشراك الشباب وغير ذلك من دعائم. طبعا ده جزء من كلمة رئيس مجلس النواب الذي تم اختياره أمس. معانا دلوقتي هاتفيا عشان نتعرف على مجلس الشيوخ ومهامه الجسام لخدمة الوطن والمواطنين. معنا هاتفيا النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ. صباح الخير سيادة النائب. ألف مبروك يا سيادة النائب، بنبارك لك. صباح الخير والله يبارك فيكم وألف شكر. بنبارك طبعا لمصر كلها على هذه الخطوة الجديدة وهذا الإنجاز الجديد، وعايزين نعرف منك تفاصيل أكثر للجلسة الإجرائية اللي يمكن مصر كلها كانت بتتابعها بالأمس. الحمد لله امبارح مصر كانت بتحتفل بتكوين مجلس الشيوخ، عودة الغرفة الثانية التشريعية في مصر. الغرفة الثانية لها أهمية كبيرة جدا لأنها بتكمل الصورة القانونية والصورة السياسية المصرية في أن كافة المؤسسات التشريعية في مصر تكتمل. عندنا ثلاث مؤسسات هامين جدا هم مجلس الشيوخ ومجلس النواب وأيضا المجالس المحلية. امبارح كان يوم هام جدا لمصر لان مجلس الشيوخ له العديد من الاختصاصات في العديد من المحاور، منها دعم الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مصر، منها المعاهدات الدوليه، وايضا غرفه ثانيه تناقش القوانين اللي بتحال اليها سواء من رئيس الجمهوريه او من مجلس النواب، وده بيدعم الحياه السياسيه في مصر بشكل كبير جدا. نعم. كان يوم احتفالي هايل بوجود كافة الأعضاء اللي كلهم من مجالات مختلفة عديدة. اسمح لنا سيادة النائب، ناس كتيرة مختلط عليها الأمر، عايزين نعرف إيه الصلاحيات المعطاة لمجلس الشيوخ وزي بيختلف كمان عن مجلس الشورى القديم. طيب النهاردة مجلس الشيوخ بيمتلك العديد من الصلاحيات تتعلق
اولا فيما يتعلق بالقوانين، لان احنا النهارده كان مجلس النواب السابق والتجربه السابقه مكبل بالعديد من القوانين اللي كانت بتناقش، وعدد ضخم جدا. النهارده مجلس الشيوخ هيعاون مجلس النواب لاخراج القوانين بصوره اكثر قوه. هو طبعا يعني هيبقى مكمل لمجلس النواب، او مجلس النواب هيبقى مكمل لغرفه مجلس الشيوخ. بالظبط، الاثنين مكملين لبعض، لان القوانين لما بتمر على الغرفتين بتصدر اكثر قوه، وبنتلاشى العوار القانوني، وبنتلاشى ان يكون القانون فيه اي مشاكل، وكمان بنشوف ادوات القانون ليخدم المجتمع المصري بشكل كامل. المعاهدات الدوليه والاتفاقات اللي هتوقع بين مصر واي دول من الحاجات المهمه جدا اللي صلاحيات مجلس الشيوخ بيكتسبها، دعائم الديمقراطيه والحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه ووضعها من الحاجات الاساسيه جدا، لان كل المقترحات الخاصه بالحاله الاجتماعيه والاقتصاديه، وطبعا توسيع دعائم الديمقراطيه يا فندم. بالظبط كده. المجلس ايضا بيتنوع اعضائه، امبارح كان يوم يوضح لنا قوه المجلس دوت في تنوع الفئات وتنوع السن وتنوع وجود كافه المجالات الاقتصاديه. صحيح، يعني مثلا في عندك اقتصاديين، في عندك اعضاء مجلس شيوخ من الفن، الثقافه، السياسه، الإعلام. ده هيبقى عامل اسراء طبعا الإعلام. كبير جدا للحياه السياسيه والاعلام برضه والاقتصاديه، مهم جدا التنوع، وده هو ميزه مجلس الشيوخ يعني سياده النائب. بالظبط كده، التنوع دوت بيكسبنا قوه كبيره جدا، بيكسبنا افكار عديده، بيكسبنا كمان وجود جانب هام جدا، هو جانب رغم اسم مجلس الشيوخ لكن وجود جانب كبير من الشباب في المجلس، لان الشباب النهارده بيمثل الفئه الغالبه في المجتمع، فوجوده وافكاره الجديده والافكار خارج الصندوق مع وجود الخبرات العظيمه الموجوده في المجلس، عندنا قامات كبيره جدا على جميع المستويات. طيب اسمح لي سياده النائب خليك معانا، لان برضه يعني خليك معانا، لان هيبقى في مناقشات معاك ومع سياده النائب برضه ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ. نقول لك مبروك سياده النائب، وسياده النائب احمد سمير معانا يعني سامعك برضه في نفس الوقت. احنا بنتكلم على مجلس شيوخ وانعقاده، والقسم امبارح كان شكل جميل ومفرح حقيقه بحضور نخبه متميزه من حكماء وشباب وشيوخ مصر في مجلس الشيوخ. كيف تبدو هنا مهام مجلس الشيوخ القادمه؟ المواطن بينتظر كثير مجلس الشيوخ. سامعني سياده النائب؟ لما يرجع لنا سياده النائب ابو سريع، ابو سياده النائب ابو سريع معانا؟ هلك سامعنا يا فندم؟ طب نرجع تاني لسيادة النائب احمد سمير، كنا بنتكلم مع حضرتك، كان نفسنا يبقى يرجع معانا سيادة النائب ابو سريع امام، لو يرجع لينا هنبقى في نقاش مفتوح وجميل طبعا. المواطن بيعول على مجلس الشيوخ يعني الصلاحيات ومهامه انه يناقش اهم ملفات ايضا التي تحمل هموم المواطن والوطن. عشان كده سيادة النائب، ايه اهم الطموحات والمشروعات الموضوعه على مجلس الشيوخ، واهم الملفات اللي هيتم فتحها بدايه يا فندم؟ طبعا مجلس الشيوخ النهارده له دور هام جدا 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 في خدمه المواطن المصري، لان وجود اراء استشاريه ووجود بعض الافكار فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعيه والنواحي الاقتصاديه، لو حتى نتكلم حتى بالنسبه للتخصص بتاعي على النواحي الاقتصاديه، فهنلاقي ان احنا بنتكلم على بنتكلم كده بالعاميه بلقمه العيش، على المستوى الاجتماعي، على معدلات البطاله والتشغيل، على جوانب تهم كل بيت مصري، على مستوى الاجور، كل دوت هيتم نقاشه مع مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب. صحيح، يعني انت حضرتك اقتصادي يا دكتور احمد، يعني حضرتك توجهك اقتصادي. بالظبط. طبعا ده جميل، ده بياخدنا بقى الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وازاي تم تاسيس دعائمه في الفتره الماضيه، وده شفنا طبعا اساسات هذا البرنامج الاقتصادي وازاي واجهنا من خلاله ازمه كورونا او جائحه كورونا اللي العالم كله تراجع في هذه الازمه، يعني كيف تبدو اذن الامور الاقتصاديه وخاصه فيما يتعلق بالملفات المختلفه واستكمالا لنجاح البرنامج الاقتصادي في الفتره الماضيه؟ البرنامج الاقتصادي المصري اللي بدا في بداياته في شويه قلق كبير وخوف كبير من القرارات الاقتصاديه الخاصه بالاصلاح زي تحرير سعر الصرف الجنيه وزي بعض القرارات الاقتصاديه الاخرى، النهارده مصر بتجني ثماره، معدلات نمو مرتفعه جدا، احنا معدلات النمو في العام الماضي كان 5.8، النهارده وتاثيرا بجائحه كورونا وصلنا ل 3.6، اقتصاد مصر النهارده من اقل الاقتصاديات تاثرا بجائحه كورونا، رغم صعوبة الموقف على كل العالم، لكن النهارده الاقتصاد المصري بسبب الإصلاحات والقرارات الاقتصادية كل معدلاتنا تمام. اسمح لنا سيادة النائب، ينضم لنا مرة تانية على الهاتف سيادة النائب أبو السريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بنرحب بيك يا فندم، صباح الخير. أهلا وسهلا يا فندم، ألف مبروك يا فندم.
الله يخليك رب. الله تابعنا يمكن بالأمس هذا الاستحقاق الجديد وهذا الإنجاز اللي حققته مصر بالأمس، ويمكن معانا لقطات على الهواء فندم لحلف اليمين بالأمس، ويمكن شايفين تنوع وتناغم غير عادي بين يعني أعمار مختلفة وأطياف من خلفيات مختلفة. قولنا عن هذا التنوع والمنتظر من مجلس الشيوخ في وجود هذا التنوع. هو يعني يمكن لأول مرة أن مجلس الشيوخ يتم ويمثل فيه جميع الأحزاب، أغلب الأحزاب تم تمثيلها من جميع التيارات اليسارية والليبرالية والإسلامية، وكانت للمرأة دور مهم أن هي في هذا المجلس. يمكن في عدد من السيدات عدد كبير، وده لأول مرة، وإن المجلس ده هيسري العمل النيابي في جمهورية مصر العربية، لأن هذا المجلس فيه من الخبرات والكفاءات التي تسري العمل النيابي وتضع رؤية سليمة صحيحة أمام المشرع المصري. صحيح. من خلال الخبرات والكفاءات اللي موجودة داخل هذا المجلس، اللي احنا ان شاء الله بنأمل ان يكون هذا المجلس هو مجلس يصنع قوانين وقرارات يقدمها للسيادة الرئيس. هنا يمكن سيادة نائب ابو سريع يعني عايزين نتكلم على ان فعلا في اختصاص، يعني مثلا معانا على الناحية الثانية على الهاتف ايضا مع حضرتك النائب احمد سمير، وكان بيتكلم على كل عضو له اختصاصاته. يعني النائب احمد سمير بيتكلم على الاقتصاد وكيف يبدو الاقتصاد هنا ومناقشة الناحية الاقتصادية. حضرتك هنا يعني سوف تركز على ماذا اثناء جلسات مجلس الشيوخ القادمة؟ هو انا عندي ملف مهم جدا، هو ملف المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية. تمام. والإعلام. هل تخصصك الناحية الإعلامية سيادة النائب؟ أنا مدير تحرير مجلة الأهرام. جميل. كصحفي طبعا، فهنا طبعا كالإعلام كأمن قومي، كأمن قومي. لأن احنا محتاجين في هذه المرحلة إعلام وصحافة متميزة تخاطب الداخل وتخاطب الخارج ويكون لها تأثير في المجتمع. هنا بقى النقطة دي أخوتها، اسمح لي أخوتها من حضرتك واتجه مرة ثانية سيادة النائب أحمد سمير، لو سمعنا سيادة النائب، هنا سيادة النائب أبو سريع إمام كإعلامي أو كصحفي يتحدث عن الدور الإعلامي، والدور الإعلامي أيضا في إبراز المشروعات القومية والنجاح الاقتصادي لمصر. طب سيادة النائب أحمد سمير معايا؟ أنا سامع حضرتك. سامعني يا فندم؟ يا فندم أنا سامع حضرتك. بتكلم هنا على سيادتنا ابو سريع، بتكلم على انه كصحفي او اعلامي ابراز الناحيه الاعلاميه، والناحيه الاعلاميه لها دور مهم جدا في ابراز المشروعات القوميه، في ابراز البرامج الاصلاحيه الاقتصاديه. كيف يمكن هنا عمل موائمه ما بين وسائل الاعلام والناحيه الاقتصاديه او الملفات الاخرى لاظهارها للراي العام، سواء كان الراي العام المحلي او العالمي؟ بعد تحياتي لمعالي النائب ابو سريع، طبعا احنا المجلس بنستكمل بعضنا كل واحد في تخصصه، النواحي الإعلامية بتبرز المشروعات القومية، بتبرز مشروعات البنية التحتية اللي بتتم على مستوى مصر. الإعلام هو العامل الذي يبرز وضع مصر الاقتصادي القوي. النهاردة التعاون بيننا في كافة المجالات، المجلس والنقاشات اللي هتتم وطرح الأفكار وطرح الرؤى والاستفادة بالخبرات مع الجانب الشباب هيفيد المجلس بشكل كبير جدا. معالي النائب أشار أيضا إلى تنوع الأحزاب الموجودة في المجلس. تنوع الأحزاب دوت بيخلينا نقول إن الرئيس والوكيلين الثلاثة من ثلاث أحزاب مختلفة، وده سابقة جديدة. وجود المرأة لأول مرة كمنصب وكيل مجلس الشيوخ عنصر هام جدا لما تمثله المرأة المصرية من ثقل في المجتمع المصري. الجانب الإعلامي زي ما حضرتك شرحت، ووجوده مع الجانب الاقتصادي النهارده، الأفكار الاقتصادية وإحساس المواطن المصري معدلات النمو ومعدلات تطور الاقتصاد المصري من العوامل الاساسيه اللي النهارده احنا هنشتغل عليها بقوه جدا، لان احساس المواطن واحتياجاته لازم النهارده تلبي طموحه في دوله مصريه حديثه، دوله مصريه بتبنى
بشكل كبير جدا ومتطلبات كتير جدا هيجرزها الإعلام بجانب المشروعات القومية. اتضحت الرؤية سيادة النائب أحمد سمير، بشكرك جدا وألف مبروك مرة تانية يا فندم. وأيضا سيادة النائب أبو سريع إمام، أشكرك جدا وألف ألف مبروك يا فندم. ويمكن متوقعين منكم لسه الكثير ومنتظرين نشوف الأيام اللي جاية أجندة مجلس الشيوخ وأهم المواضيع المطروحة هيتم مناقشتها في مجلس الشيوخ.